نبدأ جولتنا الرياضية من أخبار الكلاسيكو، حيث حسم مسؤول برشلونة الإسباني الجدل بشأن طقوس ما قبل مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني السبت المقبل بعد تقارير عن وقفة شرفية سينفذها لاعبو الفريق الكتالوني تكريما للغريم اللدود والحائز على لقب كأس العالم للأندية في أبوظبي قبل أيام. وأكد مدير العلاقات في برشلونة غريميو أمور أن فريقه لن يؤدي تلك الوقفة الشرفية وفق ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية. من جانبها أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية المقربة من برشلونة أن البارسا لن يقوم بعمل ممر شرفي للنادي الملكي في كلاسيكو. وأرجعت الصحيفة هذه الأنباء إلى مصادر من داخل نادي برشلونة الذي يعتبر أن عليه عمل هذا الممر الشرفي للفرق بعد تتويجها بألقاب مسابقات يشارك فيها البارسا مثل الليغا وكأس أسبانيا ودوري الأبطال، ولا ينطبق ذلك على كأس العالم للأندية. واستشهدت الصحيفة بفريقي غرناطة في الليغا وإشبيليا في الكأس، حيث لم يقوما بعمل ممر شرفي العام الماضي لريال مدريد بعد فوزه بكأس العالم للأندية. ويتمثل الممر الشرفي بوقوف لاعبي الفريق على الجانبين والتصفيق تكريما للفريق الخصم الذي يمر لاعبوه بين صفي الفريق المنافس.